مشاهدينا الكرام، مشاهديني الاخبار في كل مكان، اهلا بكم. وهذه التغطيه الاخباريه نتناول فيها متابعه لعمليه اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركه حماس اسماعيل هنيه في ايران وردود الافعال من الجانبين الاسرائيلي وحركه حماس. أعلنت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران ساوار الثرى في الدوحة الجمعة عقب تشييع شعبي له في العاصمة الإيرانية الخميس. كانت حركة حماس قد أعلنت اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية بمقر إقامته بطهران، ووصفت الحركة الهجوم بأنه تصعيد خطير لن يحقق أهدافه. وينضم إلينا الآن من بيروت الدكتورة زينة منصور الأكاديمية والباحثة متحدثة طبعا ويعني معقبة على هذه الأحداث. ربما من الأمس نشهد أحداث متسارعة مرتبطة باغتيال بعض الشخصيات. كان هناك حديث بالأمس عن هجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت ومحاولة اغتيال أيضا فؤاد شكر. اليوم نتحدث عن إسماعيل هنية. إلى أي مدى تجدي تصاعد يعني تصعيد ربما وتيرة العنف والصراع في المنطقة بالفعل أخذ منحنى جديد؟ بداية تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة المنطقة على صفيح ساخن والأجواء السياسية والعسكرية والأمنية مستعرة ومحمومة. عمليتان بالغتا الأهمية بين بيروت وطهران، الأولى استهدفت القيادة العسكري في حزب الله والثاني القيادة السياسي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفي قلب طهران. إذا نحن نتحدث عن اشتعال في المنطقة، عن تغيير في قواعد الاشتباك وإن كان شكليا، لأن قواعد الاشتباك وتنظيمها مرتبط بعواصم قرار ومرتبط بالسقف الأمريكي الذي هو ضابط الإيقاع لكافة العمليات العسكرية الناتجة عن حرب غزة. وقد شهدنا ذلك بوضوح منذ الصدام الإيراني الإسرائيلي في أبريل الفائت. ولكن هذه العملية إذا سمحت لي أن أشير تحمل عدة رسائل. الرسالة الأولى أن إسرائيل قادرة على اختراق طهران، وأن هناك اختراق استخباراتي لكل من حزب الله في لبنان ولدوائر القرار في العاصمة طهران، وأن هناك تفوق تقني وسيبراني واستخباراتي وعسكري عبر سلاح الجو وعبر الأسلحة الشديدة الذكاء القادرة على تنفيذ عمليات نوعية في غضون 6 ساعات. ليلة أمس شهدنا اغتيالان وشهدنا عمليتان عسكريتان بالغتا الدقة في الشرق الأوسط بين عاصمتين لدولتين بما في ذلك من خرق للسيادة، كل من بيروت وطهران. دكتورة زينة، هل تعتقدي أن هذه الاغتيالات ربما هي يعني مقدمة لمزيد من الاغتيالات في المنطقة وربما تمديد أجل الصراع في أو الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية وعلى الحدود اللبنانية حتى بعد الانتخابات الأمريكية؟ لا شك سيدتي الكريمة أن الصراع اتخذ أشكال أخرى. اليوم قواعد تنظيم الاشتباك وإن كانت تتفلت في بعض الأحيان على الجانبين اللبناني والإسرائيلي عبر الحدود السورية في الجولان السوري المحتل، عبر الميليشيات الإيرانية في العراق، عبر الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو ربما على الحدود المصرية أيضا الإسرائيلية أو عبر الحوثيين في اليمن، هذه دائرة الصراع لا أحد يستطيع احتمالها. حتى إسرائيل نفسها غير قادرة على فتح عدة جبهات، إلى ذلك أن إيران أيضا غير قادرة على خوض حرب عسكرية إقليمية شرق أوسطية لما تعانيه داخليا من أزمات اقتصادية وحراك شعبي شهدناه العام الماضي عند اغتيال الطالبة مهسا أميني. إذن كل الدول تعيش إرهاصاتها ومعاناتها وأزماتها، وإن كانت جميعها تتحدث عن حالة من الاستنفار العسكري والأمني، ولكن هناك أيضا الحرب النفسية والإعلامية، وهناك أيضا الحروب التي تخاض بعدة وسائل وليس فقط بالإطار العسكري أو الميداني. دكتورة زينة، يعني البعض أو بعض المحللين السياسيين يجدون أن اغتيال هنية ربما سيعرقل عملية صفقات ما بين حماس وإسرائيل والحديث عن صفقة الرهائن والمحتجزين، وبالتالي قد يصل بالوضع إلى مرحلة الجمود السياسي. كيف تقرأين هذا التحليل؟
بالتأكيد سيدتي الكريمة، بعد عودة نتنياهو من الولايات المتحدة وبعد التعويم الذي أخذه من الكونغرس بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبعد الضوء الأخضر الذي أخذه أيضا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لا شك أن وبعد الضربتين اللتين استهدفتا كل من حزب الله في بيروت وحركة حماس في طهران، واستهدفت أيضا العاصمة الإيرانية باعتبارها المحرك للأذرع الإيرانية في الشرق الأوسط، كل هذه الأمور تجعل نتنياهو أكثر راحة وأكثر تباطؤا في إنجاز أي اتفاق، خصوصا أن الكنيست الإسرائيلي أيضا في عطلة صيفية، كل ذلك يمنحه مزيدا من الوقت. نحن أمام التباطؤ حاليا في الوصول إلى أي حل واستمرار هذه الحرب المتعددة الجبهات. بالنسبة طبعا لموقف المفاوضات، هناك قيادي بحركة فتح قال أن ملف الصفقة أغلق الآن ولن يفتح في المستقبل القريب على حد قولي أو تعبيري، مرجحا ألا تصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق قبل إعلان الفائز في الانتخابات الأمريكية الرئاسية القادمة. كيف تقرأين هذه التحليل؟ وهو بالفعل كما ذكرت، هل هو نوع من تمديد يعني عمر هذه الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية وعلى الحدود اللبنانية؟ من الممكن الملاحظة سيدتي الكريمة أن الكل دخل في لعبة المماطلة أو التباطؤ، يعني حتى نتائج الاغتيالات مثلا لغاية اللحظة حزب الله لم يصدر بيانا يعلن فيه اغتيال القائد العسكري شكر، وأيضا إيران حتى الساعة تتكتم في الإفصاح عن مصدر الصاروخ، هل هو من داخل الأراضي الإيرانية أو من أذربيجان أو من العراق، والكل دخل في لعبة الوقت، حتى الولايات المتحدة لا تفصح ما إذا كانت على علم مسبق أو أعلمت أثناء العملية أو بعدها أو قبلها بقليل، هناك لعبة الوقت والتباطؤ صحيح. لأن الجميع يحتاج إلى إعطاء فرصة للأقنية الدبلوماسية والسياسية والاستخباراتية غير المعلنة، خصوصا كما نعلم أن اجتماع روما على المستوى الاستخباراتي والرؤساء الأجهزة الاستخباراتية لم يوفق ولم يصل إلى أي نتيجة على مستوى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. إذن نحن أمام عملية مماطلة، كسب الوقت، استمرار هذه المواجهة العسكرية وحرب الأهداف العسكرية وليس الحرب الموسعة، حرب الأهداف، حرب الاغتيالات، حرب الأهداف المحددة تحت تنظيم الاشتباك وقواعده إقليميا ومحليا وعلى الجبهتين اللبنانية والإسرائيلية إلى جانب داخل القطاع. ذكرتي موقف الإدارة الأمريكية، هناك البعض بيرى أن تنفيذ هذه الاغتيالات بالأمس سواء فؤاد شكر أو إسماعيل هنية هو بمثابة الضوء الأخضر أو إشارة الضوء الأخضر الذي أعطته الإدارة الأمريكية نتنياهو مع زيارته أو كلمته أمام الكونغرس، إلى أي مدى تجدي أن هذا الرأي فيه جانب كبير من الصواب؟ بالفعل سيدتي الكريمة، على سبيل المثال واستكمالا لما تفضلت به، اغتيال إسماعيل هنية كان يمكن تنفيذه قبل ذلك لأن إسرائيل كان بإمكانها أن تنفذ هذه العملية في أكثر من مكان وفي أكثر من توقيت، وهي اختارت أن تنفذ هذه العملية في قلب العاصمة طهران كصفعة للأجهزة الأمنية ولقدرات طهران ولسيادتها، وكان بإمكانها أن تنفذ ذلك في أكثر من عاصمة وتصفية كوادر عدة من حماس. فإذا اليوم اغتيال هنية إلى جانب اغتيال القائد العسكري في حزب الله وهو المدرج على لوائح الإرهاب منذ تفجير بيروت قوات المارينز عام 1983 بالقرب من مطار بيروت الدولي، ما أدى إلى سقوط قرابة 240 قتيلا من الجيش الأمريكي. فإذا اختيار هذه الشخصية المصنفة إرهابية على لوائح الإرهاب الأمريكي يمنح ضوء أخضر أيضا من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، فإذا تحاول إسرائيل أن تعطي مشروعية لعملياتها ولأهدافها من أجل الاستمرار بحرب الأهداف تحت قواعد تنظيم الاشتباك الإقليمي. كيف تقرأين سيناريوهات رد الفعل المتوقعة في المنطقة سواء من حماس أو حزب الله، خاصة أن هناك بعض الآراء بتجد أن رد الفعل قد يكون محدود بشكل كبير، وإلا لم يعني يتسنى لإسرائيل أن تنفذ أو تقدم على تنفيذ هذه العمليات وسلسلة اغتيالات بشكل يعني صارم خلال ساعات قليلة أيضا؟
نعم، سبق وشهدنا ردة فعل إيران في شهر أبريل عند استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا، واتهمت إيران حينها أو اتهمت الأجهزة السورية بأنها مخترقة إسرائيليا. واليوم شهدنا اختراق داخل طهران نفسها، ما يدل أيضا أن أجهزة الاستخبارات في طهران مخترقة. وحسب ما تابعنا أن الحرس الثوري منع أي تصريح من قبل الإيرانيين عن ما جرى في طهران. فإذا الاختراق الاستخباراتي الذي شهدناه في أبريل، والذي شهدناه ليل أمس، والذي شهدناه عند الموت المفاجئ للرئيس الإيراني في حادثة غامضة، يدل أن هناك اختراق على المستويين الأمني والعسكري في إيران. وكل ذلك يشير أن الرد سيكون مؤطر ومحدود، وكما كان الرد في أبريل بعلم واشنطن ومنسقا مع الولايات المتحدة والبعض وصفه بالاستعراضي، فإذا من الممكن أيضا أن يكون هناك رد مدروس ومنسق. ودعيني أشير أن حركة حماس بعد 10 أشهر من القتال لم تعد بقوتها في لحظة 7 أكتوبر 2023. حزب الله بعد 10 أشهر من حرب الإشغال والمساندة والحجم الكبير من الخسائر في كوادره أيضا لم يعد بنفس القدرة. إيران اليوم ليست بالقدرة العسكرية والاقتصادية القادرة على فتح حرب إقليمية شرق أوسطية موسعة، وباقي الدول العربية حقيقة أيضا ليست مستعدة على فتح جبهاتها وميادينها لأي حرب. فإذا من المرجح أن يكون السيناريو الأول، وهو عملية الردود المضبوطة المنسقة تحت سقف التنظيم الاشتباك، هو الأرجح. نعم، دكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة السياسية، متحدثة إلينا من بيروت، شكرا جزيلا لك. إذن ما زلنا نتابع المشهد برمته، سواء بعد طبعا اغتيال إسماعيل هنية، والحديث أيضا عن ردود فعل متبينة في منطقة الشرق الأوسط. كان آخر ظهور لإسماعيل هنية أمس الثلاثاء، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بشكيان في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى بعد تنصيب الأخير رئيسا. نتابع. إسماعيل عبد السلام أحمد هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وزراء الحكومة الفلسطينية العاشرة، ولد عام 1962 في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة، بعد أن تم تهجير والديه من منزلهما قرب بلدة عسقلان خلال حرب عام 1948. تخرج عام 1987 مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وفي العام التالي مع صعود حماس إلى الواجهة في قطاع غزة كحركة مقاومة رائدة، اعتقلته إسرائيل لمدة 6 أشهر. في عام 1989 اعتقل هنية مجددا وحكم عليه بالسجن 3 سنوات. بعد إطلاق سراحه عام 92 قامت إسرائيل بترحيله مع كبار قادة حماس وأكثر من 400 ناشط آخر إلى جنوب لبنان لمدة عام. عاد هنية إلى غزة في ديسمبر من عام 93 وعين عميدا للجامعة الإسلامية. وبعدما أطلقت إسرائيل سراح الشيخ أحمد ياسين من السجن عام 1997 تم تعيين هنية مساعدا له. أدت العلاقات الوثيقة بين الرجلين إلى اكتساب إسماعيل هنية أهمية متزايدة داخل الحركة، فأصبح ممثل الجماعة لدى السلطة الفلسطينية. وفي سبتمبر 2003 أصيب هنية وأحمد ياسين بجروح طفيفة في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني بمدينة غزة. تم اختيار هنية لقيادة حملة حماس لانتخابات 15 يناير 2004 ليفوز مرشحوها ب 76 مقعدا من أصل 132 مقعدا في المجلس التشريعي. في ديسمبر 2005 ترأس قائمة التغيير والإصلاح التي فازت بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية في العام التالي. في فبراير 2006 رشحته حركة حماس لتولي رئاسة وزراء فلسطين، وتم تعيينه في 20 فبراير في ذلك المنصب. وفي 2007 أقاله رئيس السلطة الوطنية محمود عباس من منصب رئيس الوزراء، بينما أصبح رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس بعد انتخابه في مايو 2017 خلفا لخالد مشعل.
وفي عام 2018 صنفت الولايات المتحدة الأمريكية إسماعيل هنية على أنه إرهابي وفرضت عليه عقوبات. تزوج إسماعيل هنية من ابنة عمه آمال هنية وأنجب 13 من الأبناء، واستشهد عدد كبير من أبنائه وأحفاده خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بعد اندلاع عملية طوفان الأقصى. آخر ظهور لهنية كان أمس الثلاثاء، حيث التقى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بازشكيان في العاصمة طهران للمرة الأولى بعد تنصيب الأخير رئيسا للجمهورية. اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في إيران يؤجج المخاوف من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة وتحذيرات دولية واسعة. ارتبطت سياسة الاغتيالات لدى جيش الاحتلال بشعار يد إسرائيل الطويلة القادرة على الوصول إلى كل مكان. نتابع. تاريخ من الدماء، تاريخ من الاغتيالات، تاريخ من القتل والتصفية الجسدية، عقود من سياسة العنف التي انتهجتها إسرائيل والتي عادت إلى الواجهة من جديد في ظل إخفاقاتها العسكرية المتواصلة في غزة. ارتبطت سياسة الاغتيالات لدى جيش الاحتلال بشعار يد إسرائيل الطويلة القادرة على الوصول إلى كل مكان، والتي أدت إلى امتلاء المقابر بالضحايا بمن وصلت إليهم يد إسرائيل الملطخة بالدماء وقامت بتصفيتهم في مختلف أرجاء العالم. عقود طويلة من الاغتيالات، والتي كان من أبرزها اغتيال الشيخ أحمد ياسين الذي يعد رحلة صمود لا تنسى، فدوره في المشهد الفلسطيني يتعدى حدود الزمان والمكان، بعدما ترك بصمة عميقة يتبعها شباب فلسطين جيلا بعد جيل ليظل أيقونة النضال. بعدما أصيبت المقاومة بهزة كبيرة بفقدان الشيخ أحمد ياسين، تم انتخاب عبد العزيز رنتيسي خلفا له ليكون أحد أبرز قادة المقاومة، الذي كان كجبال فلسطين الشامخة في مقاومة التهويد، ما دفع إسرائيل إلى اغتياله خلال أقل من شهر. لم يؤدي اغتيال الشيخ ياسين ورنتيسي إلى انهيار المقاومة الفلسطينية ولا إلى تحقيق الأمان المفقود لدولة سرقت الأرض، بل أدت تلك الاغتيالات إلى تعزيز صورة المقاومة وسيطرت حماس على كامل قطاع غزة 2007 ليتحقق عكس ما أرادته القيادة الإسرائيلية. ومنذ بدء العدوان على غزة كثفت إسرائيل عمليات الاغتيال لقادة المقاومة الفلسطينية، ولم يكن حزب الله بمنأى عن التصعيد وفي مقدمة من تم اغتيالهم عقب طوفان الأقصى القيادي صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والذي طالته يد الغدر الإسرائيلية في بيروت. ومثلما يحلم جميع قادة المقاومة الفلسطينية بنيل شرف الشهادة وعلى نهج معلمه، جرى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في إيران بعد حضوره تنصيب الرئيس الجديد مسعود بازشكيان، ما يؤجج المخاوف من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة. أصابع الاتهام توجهت لإسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها صراحة عن واقعة اغتيال هنية، إلا أن جيش الاحتلال أكد أنه يجري تقييما للوضع. سياسة الاغتيالات التي اعتمدتها العصابات الإسرائيلية منذ عام 48 تقود إلى تأجيج العنف، ومن تم اغتيالهم سيشغل مكانهم آخرون، مهمتهم الأولى الثأر لقادتهم التي تمت تصفيتهم.
فعدالة القضية تؤدي إلى تحويل القيادات المغتالة إلى رموز للنضال بعدما ضحوا بدمائهم حفاظا على الأرض الطاهرة، أرض فلسطين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي. طبعا سيادة اللواء، بعد التحية، كيف تقرأ اغتيال إسماعيل هنية، ولأي مدى يمكن أن يكون هناك ثم تحول نوعي أيضا في عودة إسرائيل مرة أخرى لارتكاب ليس فقط سلسلة اغتيالات ولكن محاولة أيضا لتمديد يعني فترة الصراع والحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ يعني أولا مساء الخير لك ولجميع المستمعين. بداية الرحمة لكافة شهداء فلسطين وشهداء الأمة العربية. يعني هذا قدرنا مع هذا الاحتلال في الاستشهاد. يعني هناك أعتقد أنا أعتقد أن هناك يعني عدة أهداف أراد منها نتنياهو. أول هدف من أهداف نتنياهو أراد إفشال المفاوضات بعد مؤتمر روما. اثنين، انه اراد انه السعي الى اضعاف حركه حماس. ثلاث، انه بعد يريد انه ارسال رساله واضحه انه لا يوجد محور مقاومه، نحن ضربناكم في عقر داركم في يعني في طهران نفسها. كمان اعتقد انه يعني هذا هاي يريد بذلك انه يقول انا اريد النصر الاكبر، وكذلك يريد نتنياهو من زياده شعبيته داخل اسرائيل انني انا بقضي اني قضيت على راس الارهاب كما يدعي. فبالتالي هذه الجريمة. نعم تفضل. حضرتك اشرت النقطه في غايه الاهميه، تحن لفكره المكان والزمان للاغتيال. ربما اسماعيل هنيه كان على قائمه هذه الاغتيالات منذ فتره طبعا، ومساله متوقعه ربما من جانب الاحتلال الاسرائيلي، ولكن المكان والزمان ايضا واختيار المكان فيه وهو في زياره لطهران، كيف تقرا هذه المساله من وجهه نظرك السياسيه؟ يعني بصراحه يعني هناك من ناحيه يعني من ناحيه موضوعيه وسياسيه في اسئله كثيره. صحيح. يعني نسالها كمحللين وليس يعني بغض النظر ما هي عن انتماءاتنا السياسيه. السؤال، لماذا طهران حتى الان، وهذا تطرح اكيد من العديد من الاخوه المحللين، لماذا طهران لم تنشر مكان الاغتيال؟ لماذا لم تنشر طريقه الاغتيال؟ هذه كلها اسئله مهمه جدا. نعم. في تحليل الموقف باتجاه ما حدث، لأنه هذا الحدث كبير، يعني هذه جريمة نكراء، هذا إرهاب دولي ضد شعبنا ضد الشعب الفلسطيني وضد أمتنا. فبالتالي يعني هذا سؤال لطهران، لماذا يعني لم يتم نشر ذلك وإنما سمعنا تهديدات من هنا وهناك. فبالتالي هذا السؤال بقودنا، هل العملية التي قامت بها إسرائيل، الكيفية اللي قامت فيها والأداة التي استخدمتها تعطينا مؤشرات ودلالات أخرى في التحليل؟ لأنه هل تم على سبيل المثال اغتيال شخصي، أم تم وضع قنبلة أو صواريخ داخل إيران أو صواريخ من خارج إيران؟ كل ذلك مؤشرات. إيران حتى الآن لم تعطي الحقيقة، ولكن يعني نسمع منها أصوات من هنا وهناك، ولكن هذا السؤال الجوهري على إيران أن توضح للشعب الفلسطيني للشعب العربي انه كيف تم. اذا كان هذا محور المقاومه وتريد تحرير فلسطين، يعني كيف يتم ثلاث عمليات خلال 24 ساعه يعني في ايران، اسف، في لبنان وفي العراق والان في طهران، يعني باتجاه وكلها ضد ما يسمى محور المقاومة. هل تعتقد أن مثل يعني هذه الآراء أو هذا الرد أو توضيح من أطراف مختلفة ربما سيفصح عن نفسه في شكل ردود الفعل المتوقعة خلال المرحلة القادمة في خلال الأيام القادمة؟ يعني أكيد، يعني ردة الفعل يعني إذا دولة ما تريد أن تفعل لا تقول أنها أريد أن أفعل، يعني معروفة، يعني معروفة بالسياسة، ولكن عند يعني ردود الفعل أنه سنقوم بالمكان والزمان المناسبين، بمعنى هي إرضاء للناس ودغدغة عواطف الناس. فبالتالي أعتقد أنه إسرائيل ضربت عرض الحائط بكافة، هي أرادت رسالة واضحة أن إيران وغير إيران يعني لا تحمي المقاومة ولا تدعم المقاومة. من أجل ذلك أقول، إذا سمحتي لي أن أقول، أنا الأوان لحركة حماس، أنا الأوان أن تعود إلى الحضن الدافئ الفلسطيني، إلى المظلة الفلسطينية، إلى منظمة التحرير الفلسطينية، لأن الرئيس أبو مازن منذ صباح هذا اليوم أدان هذه العملية بشدة ونكس الأعلام، وكذلك سيرسل وفد رفيع المستوى إلى 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 إلى
الدوحة لحضور الجنازة. مراسم تشييع. فبالتالي أنا أعتقد أنه آن الأوان أن يكون هذه مظلة منظمة التحرير هي عندما بتدخلها حماس هي منظمة شرعية، تصبح حماس لديها شرعية وطنية فلسطينية، وكمان هناك تمثيل فلسطيني لها، وكان المطالب الفلسطينية تكون أقوى وأفضل من أنك أنت تفاوض لحالك. وهذا درس لهم، أعتقد أنه يجب عليهم أنه هذا الدرس هام لهم، يجب أن يعودوا للحضن الدافئ الفلسطيني، لأنه إحنا ما حدا كما أقول مثلنا في فلسطين ما بحك جلدك إلا ظفرك. فبالتالي إحنا يجب أن تكون حاضنتنا العربية وليس حاضنتنا أي دولة إقليمية. نعم. يعني ونحن بنرحب بأي دعم صحيح. إقليمي، ولكن أعتقد هذا السؤال أو ربما اغتيال هنية سيفتح الكثير من الحديث حول الفصائل الفلسطينية ومدى التغير النوعي الذي يبدو أو يجب أن يحدث خلال الفترة القادمة من أجل توحيد الموقف بشأن القضية الفلسطينية. السؤال أيضا في ردود فعل متباينة مختلفة، ربما المحلل الإسرائيلي شلومو غانور قال أن اغتيال هنية يعني أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تصل إسرائيل لأهداف الحرب التي تتمثل بشكل رئيسي في تفكيك القدرات العسكرية لحماس. كيف تقرأ هذا الرأي من وجهة نظرك؟ يعني كما تعلمين منذ اليوم الأول الحرب الإسرائيليين أعلنوا أنه عن أهدافهم، ونتنياهو أعلن عن أهدافه. أول شيء إنهاء قوة حماس العسكرية، النصر الكبير، إعادة المخطوفين. حتى الآن نتنياهو لم يحقق أي هدف من الأهداف. كمان ما ننسى شغله واحده، الخلاف الداخلي في اسرائيل لاول مره في اسرائيل يتم من الاحزاب السياسيه عندهم يتم الاعتداء على الجيش والشرطه. فبالتالي هذا الصراع الداخلي، نتنياهو اراد صرف الانظار الصراع الداخلي، لانه دائما العدو الخارجي يوحد الداخل الوطن. فبالتالي هم اراد ان اقول للجميع اني انا مستمر في الاغتيالات، حتى يعني هو سياسة الرعب وسياسة الترهيب للشعب الفلسطيني، ومعتقدا انه هو يعني يخضع الشعب الفلسطيني. ولكن اقول عبر شاشتكم الكريمة انه الشعب الفلسطيني لا يخضع ولا يخاف لا من اغتيالات ولا من هنا ولا هناك. صحيح. شعبنا يعني تفضلي. طيب يعني تفضل طبعا سيادة اللواء، ولكن يعني عايز اقف مع حضرتك برضه عند بعض ردود الافعال ربما قد تفتح افاق مختلفه ايضا للنظر ل يعني اختلاف الموقف الان وردود الفعل المتباينه من قبل جهات او اطراف بعينها. عضو المكتب السياسي لحماس موسى ابو مرزوق اعتبر ان اغتيال هنيه عبل جبان ولن يمر بشكل يعني سهل، في حين قال قيادي بالحركه سامي ابو زهري نخوض حربا مفتوحه لتحرير القدس وجاهزون لدفع مختلف طبعا الأثمان. هذا التصريح كيف تقرأه في ضوء تصاعد جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والدعم الأمريكي للمحو بشكل كبير جدا للكيان الإسرائيلي وسلسلة الاغتيالات التي بدأت بالفعل كما مجددا طبعا وعودة إسرائيل لارتكاب مزيد من جرائمها ومنها سلسلة الاغتيالات؟ يعني ما نشكل أنا بالنسبة لي هذه التصريحات يعني ردود فعل طبيعية كأعضاء في حركة حماس. ولكن احنا لو نظرنا يعني الاسرائيلي اغتالت الشيخ احمد ياسين الله يرحمه، واغتالت قيادات اكبر من كانوا من اقدم وبالتاريخهم في حركه حماس. ولكن ردود الفعل كانت بالسابق كنا نعرفها، والان لكن في عصر التدمير البنيه التحتيه لحركه حماس في غزه والكارثه الانسانيه في غزه، ما اعتقد انه حماس يعني لديها نفس القدرات كما كانت من قبل في ردود فعل اكثر. فبالتالي يعني احنا يجب ان ننتهج سياسه واقعيه، والسياسه الواقعيه تقول انه احقق اهدافي بالامكانيات المتاحه لدي. يعني ولكن التصريحات والكلام يعني لا يطعم ولا يغني عن جوع. فبالتالي علينا هناك في طرق واساليب اخرى افضل من الكلام. أنا متأكد أنه إحنا لا يمكن أن ننتصر ولا نحقق أهدافنا إلا بوحدتنا الوطنية، بدل أن نتحدث هنا وهناك ونذهب إلى العاصمة هنا وهناك. فبالتالي علينا العودة إلى رشدنا، علينا أن نكون واقعيين في سياساتنا. تعالوا صفا واحدا في وحدة وطنية واحدة في بيتنا الفلسطيني، أن نعود إلى غزة وإلى الضفة. نعم. نعمل سويا ونحقق الأهداف سويا، غير هيك يعني وجهة نظري الشخصية لا يمكن تحقيق أي هدف من الأهداف اللي بتحدثوا
وتصريحات الرناني من هنا وهناك، وهذه التصريحات لم تنبأ. أنا وجهة نظري هي مضيعة للوقت، ولكن هي بجوز بتدغدغ عواطف الجماهير وبتدغدغ عواطف الناس، ودغدغة العواطف لا يعني الناس سيكتشفون كل ذلك يعني بعد فترة. بشكرك سيادة اللواء حابس شروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، معقبا على الأحداث طبعا اللي بتجري بشكل كبير جدا متسارعة منذ الأمس. ينضم إلينا الآن من غزة السيد أحمد فياض المحلل السياسي. طبعا بعد التحية سيد أحمد، كيف تقرأ ربما تسارع يعني الأحداث منذ أمس مع سلسلة اغتيالات سواء فؤاد شكر في لبنان في الجنوب اللبناني وأيضا إسماعيل هنية في طهران، وتأثير هذا على مرحلة الجمود ربما التي قد تصل في الأراضي الفلسطينية فيما يتعلق باتفاقية المحتجزين أو وصول لصفقة تبادل الأسرى أو وقف فوري لإطلاق النار؟ يعني زي البداية تحدث يعني عن الموضوع اغتيال القيادي هنية وأيضا القيادي أيضا في حزب الله بشكل منفصل، كل موضوع يختلف عن الآخر. الموضوع الأول فيما يتعلق ب استشهاد القيادي في حماس ورئيس الوقت في حركة حماس، هو كان من ضمن الأهداف التي أعلنت عنها إسرائيل منذ إعلان هذه الحرب الإبادية على الشعب الفلسطيني في 7 من أكتوبر الماضي. بشكل واضح أنه سيكون هناك استهداف للقيادات الحمسوية سواء كانت في داخل فلسطين المحتلة وخارجها، وكان هناك لدينا أعتقد اغتيال العروري بشكل واضح استهدف في لبنان، وان باقي قيادات حماس ايضا هي على يعني الهدف تخضع للهدف الاسرائيلي لانه ضمن اهداف هذه الحرب الابديه. نعم. وبالتالي اعتقد انه ان هذا الموضوع كان متوقعا وربما قيادات اخرى في يعني المستقبل لا قدر الله، ولكن هذا هو التصور الاسرائيلي فيما يتعلق بمساله القضاء على حركه حماس سواء كان عسكريا او سلطويا، هذا في صلب الهدف الاسرائيلي. هذا من ناحيه، الناحيه فيما يتعلق بالاستهداف القيادي في حزب الله هو منوط بمساله يا اخي دعينا نسميها المصطلح الاسرائيلي اعاده هيبه الردع الاسرائيليه فيما يتعلق بالحرب على الجبهه مع لبنان. اسرائيل تعتبر نفسها انها تحصل على 7 جبهات ضمنها جبهه حزب الله في جنوب لبنان. نعم. الان في مقتل نعم عدد من الافراد، وبالتالي هذا الرد ياتي ضمن هذا السياق، بمعنى ان اسرائيل لا تريد الى هذه اللحظه تصعيد العمليات في جنوب لبنان الوصول الى حرب واسعه وحرب هجوميه تطال يعني هذه الجبهات السبعه التي ذكرتها. هل تتوقع ردود فعل سريعه او قريبه من حماس كنوع من يعني الرد طبعا على ما حدث بالامس؟ يعني بشكل حماس كما وجدت في السابق انه اذا كان لديها رد سريع فانها ستقوم به بشكل فوري، هذا نعم. هذا ما تعودنا على في ربما في العقد قبل العقد الاخير، عندما كانت حماس لديها هامش التحرك في تنفيذ عمليات في داخل فلسطين المحتله عام 1948. اعتقد ان الامر الان مختلف تماما، الان حرب ابديه واسعه تشن على حماس على كافه الاصعده، وبالتالي فيها يعني وسائل تكنولوجيه حديثه جدا وصواريخ موجهه وطائرات مسيره، وبالتالي اعتقد ان الامر مختلف ومعقد تماما. اذا اراد حماس ان اقول تنتقم لمقتل رئيس او استشهاد رئيس مكتبها السياسي تحتاج الى مزيد من الوقت او اذا اتيح لها ذلك، خصوصا اذا علمنا ايضا هناك يمكن ربما يعقد الامر اكثر ان حركه حماس او عمليات حركه حماس هي دائما تخوضها داخل الارض الفلسطينيه المحتله وليس خارجها، وبالتالي هذا ربما يعقد الامور اكثر في ظل هذا التصعيد الاسرائيلي وهذا العدوان الاسرائيلي وهذه الهجمات العسكريه الاسرائيليه والحرب الابديه على بكل سيد احمد. يعني هل تذهب مع الراي الذي يقول ان ربما ما حدث من اغتيال اسماعيل هنيه هو ضوء اخضر اخذه نتنياهو مع زيارته الولايات المتحده الامريكيه، هو اشبه بالضوء الاخضر لارتكاب يعني سلسله الاغتيالات هذه؟ اختي الفاضله، الضوء الاخضر منح لنتنياهو ليس من اليوم، وبعد يعني بعد 7 اكتوبر قدم الرئيس الامريكي بايدن الى اسرائيل وقال بشكل واضح ان الاداره الامريكيه هي داعمه لاسرائيل في كل خطواتها التي تتعلق بتوجهاتها ازاء حركه حماس.
وأنا أعتقد أيضا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تطال إسماعيل هنية في طهران بدون مساعدة أمريكية، لأن هذه المسألة أيضا تحتاج إلى مزيد من المعلومات الاستخبارية والتكنولوجية المتطورة والحديثة جدا. وأعتقد بدون المساعدة الأمريكية أيضا لا يمكن الوصول إلى يعني إلى رأس قطر هنية، وبالتالي هذا الأمر واضح أنه من البداية إسرائيل وضعت على أهدافها يعني استهداف قيادة حماس في الداخل والخارج، وهذا أعتقد يعني ضمن هذا المعروف ضمن هذه الحملة الإبادية المستعرة، والتي واضح من البداية أنها تطال القيادة السياسية والعسكرية لحركة حماس سواء كانت في الداخل والخارج. صحيح. أشكرك سيد أحمد فياض محلل سياسي متحدثا إلينا من غزة. كانت هذه هي متابعة وتغطية إخبارية لأبرز الأحداث المتسارعة منذ أمس، وتحديدا بعد اغتيال إسماعيل هنية، والحديث عن ردود فعل متباينة وأطراف مختلفون يلعبون دورا كبيرا خلال المرحلة القادمة. شكرا لكم نسيب المتابعة، تغطية مستمرة على شاشة النيل أخبار على مدى 24 ساعة القادمة، فكونوا معنا.